يقول اللي ترافقة تعرف جميلة فعالها وطول الطريق يبين الرجالة. الرد عليه نقول كيف الطريق يطول وتوقف على الراكد من المت تحول، وتعرف اللي التالي ومنه الأول ومن عشرة الخايب يبان قبالة، وياك لو كانك عليه تعول يخليك زي الفار في الحصالة. يحجب عليك الصافي هذا الخايبة، يحجب عليك الصافي ويقطع عليك الخير هو لافي. ناس ما يخفى عليه الخافي في صورته عاقل افعال نذاله، كابس الستة من بليم عال بليم تفافي، لا ينهضك لا يشاركك في ماله. تندم تعض صباعك وتحير من صاحب شريته باعك، وتتعب من التفكير باللي يرعك ما جاش على بالك يدير سفالة، قضي مصلحة وبالزيف وقت انطاعك وبعد انقضاها راح صار في حالة. اللي تقرب أو تعاشر يعريك وسط الناس سرك ناشر، في الخاصة والعام خشمة حاشر، وفي غيبتك ياكل مع الوكالة، ويقابلك في الوجه ضاحك باشر، وفي الظهر يغرز خنجرة بلسانة. نعديه وصف الخايب تو نجول للناس الباية كيفك أختي سعاد. عايش يا رب يخليك. نعديه وصف الخايب ونوصف اللي شايل الخير وجايب، تلقاه لا حلت عليك نوايب، ويلقاك على دوم الحياة بقالة، وفصل النصيحة يسد درايا صايب، جيد جميلة ملافظة ومقالة. ساعات رفقة زينة محال ما تديرش خلاص الشينة، يكسم معاك الصفو قبل عوينة، ويخفف عليك الحمل واسع بالة، ويحضيك ما تشوف الردل في عينة، وتحضيه ترهن كسبتك على الجالة. تحضيه ياخذ حقه وقت الحفيد مدايش سكي توقع، وعن راحته تعوم البحر تشقه، وملزوم للصاحب ترد افضالة. سماح طبع غالب في الطبيعة رقة، نتوجعه بوجاع من هوالة. صنفين لازم منهم ولازم ترافق عفشهم واحسنهم، وياك من الليش ما منهم، وحاذي رفاقة خير راك تنالة، الدونين ما تشرب على معطنهم، خير رفقتك في طيبات افعاله. نقول طول الطريق يبين، يفرق صحيح الزين من المزين، وتفرز من الفاظك شديد ولين، وتقسم وزن الحمل على الحمالة، رفيق يحفظك في القلب ما هو هين، ورفيق لا تقرب ولا تسعاله. استغفرت رب العالي وصليت على الهادي شفيع افعالي، وفرغت ما خليت قلبي مالي، وحطيت ما نقدرش على تحماله، استعنت بالله على شديد اثقالي، استعنت بالله على شديد اثقالي، وكل من اللي جاله خفت اثقاله. والسلام عليكم ورحمه الله.